استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار الألماني أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، وذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يقوم بزيارة لمصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري. وقد عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً بعد انتهاء المباحثات. تناول اللقاء التباحث المكثف بشأن الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة وتداعياته الجسيمة على الأمن والاستقرار الإقليميين.